دقيقة وراح ارجع اقلبها، وراح بدها كمان تكون كمان دقيقتين على الجهة الثانية، من دقيقتين لثلاث دقائق بتكون مستوية. هلا بالفنادق وفي المطاعم اللي احنا يعني بنروح ندخل مكان بقول لك شو بدك درجة الاستواء تبعت اللحم اللي انت عم تطبخها، يعني شو الدلس اللي انت عم تاكله. في بيوتنا ما في موجود هذا الحكي الا عند ناس معينة. في اشي بيبدا عندنا بالفنادق بيبدا من رير، يعني اشي مش مستوي بس طوله من الثلاجة وتحطه هيك وتطلعه، هذا بسموه رير. ميديوم رير اكثر شوي بتكون اكثر استواء، ميديوم نفس الاشي بكون الدم لسه فيها من جوا. الاشي الاحسن اللي احنا يعني ممكن احنا ما بنعرفه بس عادي احنا بناكله، انه اللحمه تستوي ويطلع الدم منها ويضل الجوز تبعها تضل ميتها، هذه الاشي اللي بتخلي اللحمه طريه بالتم، يعني ما بتاكلها بتكون كثير طريه. اذا بدنا نعملها ولدن اللي هي اخر درجه من الـ من الـ من الـ الاستواء، درجه الاستواء بتكون كثير شاده، فالناس يعني ممكن تضايق ناس وعم تاكل فيها بتكون كثير ناشفه على الجريل وهيك. انا راح اعملها ميديوم ويل، يعني لحمه تكون واصله لدرجه انها استوت، مش استوت كثير، انها استوت وهيك جاهزه للاكل. راح اقلبها على الوجه الثاني. لما انا قلبتها اخذت هذا الشكل المربع اللي انا كنت انه انا اخذتها بشكل، وبعدين لما قلبتها اخذتها بشكل ثاني. شوف هذا الصوص، هذا الدم اللي هو الاخير تبع اللحمه قبل ما تستوي. هلا هي عم بتصفي ميتها، هلا هيك خلص هي عم بتصفي ميتها وبتكون استوت. شايفين المي اللي عم تنزل؟ هذا مش دم، هذه المي تبعت الخلاصه تبعت اللحمه. احنا مش لازم نخسرها هاي، بس لدرجه انه بطل الدم يطلع هيك بتكون خلاص. احنا ضفنا حبه مشروم كمان هون شوي على الجريل. اللحمه عندنا استوت، راح احطها هون على جنب، خليها تصفي ميتها منيح، وراح نبلش نجهز هلا في الديزرت ونسكب صحوننا كل مره واحده. كل هذا راح يصير بعد ما نرجع من الفاصل. رجعنا من الفاصل اعزائي المشاهدين، وهلا احنا جهزنا صحن الحلو. هو راح يكون بنانا فرايد بعجينه سبرينج رول والفانيلا ايس كريم والشوكليت صوص. هو كثير سهل يتسوى في البيوت، عباره انه نجيب العجينه هاي بتكون جاهزه وين مكان، بنجيبها من اي مكان يعني مول او سوبر ماركت، بنجهزها وبنحطها الفريش بنانا زي ما هو هيك الموز، ومعنا كمان الشوكليت صوص اللي هو صوص الشوكولاته، صفار بيض او بيضه كامله مع عليها معلقه عليها فانيلا عشان نغير طعم البيض بس، ومعها سكر ناعم. هلا انا عشان هاي بتاخذ وقت كثير راح اطبخ اكمل انا ايش بديت صحون، راح اسكب وارجع اخلي هاي الشغله للاخر اللي هو صحن الحلو علشان يعني ننهي فيه ونسكبه وهو ضل سخن، لانه مش راح يطلع طيب اذا برد. اوكي حنبدا اول شيء بصحن السلطه وبدنا نسكبه. سخن هاي هون، هنبدا بصحن السلطه. راح اسكب كل شيء قدامكم. طبعا غيرت البورد، غيرت السكينه لما وصلنا مرحله الحلو، لانه يعني مش شيء كثير يعني شيء مش مستصاغ انه الواحد يكون ياكل بصحن ويطلع طعم التوم بتمه او شيء وهو بياكل شيء حلو، فعشان هيك هذا الشيء مش مستحب. هنبدا بصحن السلطه. طبعا احنا عندنا صحن الشوربه جاهز، صحن السلطه جاهز، والصحن الرئيسي كمان جاهز. حكينا انه راح نخلي شوي تونه للاخر عشان اذا عزمنا حدا او طبخنا شيء نعرف احنا شو عم نطبخ او احنا شو عم ناكل. اوكي راح احط عليهم شويه زيت بس. كمان عرق بقدونس. هيك بكون اول صحن عندنا جهز، صحن التونه مع تونه مع سلط مع سلطه معكرونه. حنسخن الشوربه، على نار واطيه
حكينا انه صحن الحلو احنا اخرناه للاخر لانه ما بده شيء ومقاديره قدامنا وكثير سهل، حتى انه ما بده يعني بدهاش شيف يطلع التلفزيون يعمله او شيء. هي عجينه سبرينج رول والموز والصوص تاع الشوكليت والصفار، وهلا بنشوف احنا كيف عم نستخدم المواد. هنجهز صحن الشوربه، الشوربة هيك صارت ساخنة. عشان هيك أنا ما ضربتها على الخلاط عشان نشوف هذا المنظر بالآخر اللي هو الفطر والجاج. هيك بصير صحن الشوربة كمان جاهز. حنسخن احنا هلا عدة المين كورس، صحن المين كورس. حنرجع اللحمة على الجريل شوي بس على تسخن. نحط الخضرة كمان ونجيب البطاطا لجاي. عم بجيب الصحن لهون مباشرة. أنا ما عملت صوص للصحن واكتفيت إنه يعني يكون في هذا المنظر، لأنه راح احط الزيت تاع البصل لانه في ناس ما بتحب يعني يكون هيك بلين والناس بتاكل زي ما بدها. هيك بيكون معنا الصحن الرئيسي كمان جاهز. حطينا الزيت على النار عشان يحمى. هلا رح نبدا في صحن الحلو. طبعا غيرنا البورد، غيرنا السكينه زي ما حكينا عشان ما يصير في طعم للبصل والثوم. الصحن هذا كثير هين، صحن الحلو. حنقصه شوي من الاطراف. طبعا في البيوت ما في اشياء زي هيك بتنكب، يعني هاي ممكن نسوي فيها فروت سلاد، يعني سلطه فواكه نعمل فيها اي شيء بتزبط. حنطول العجينه من النص. خليني اخذ حكينا رح نحط بيضة عليها الفانيلا، بيضة بنخفقها وعليها شوية فانيلا عشان الطعم. ندهن العجينة. عجينة سبرينج رول لازم تدهن بشي ليكويد زي هيك عشان تلزق معك، على الأقل رح يطلع منظرها كتير حلو.
بحطي هاي هون نلفها. حطوها نقاش اسنان بس عشان تمسك. بعد القلي بنسحبها. أول واحدة صارت جاهزة. أكيد ما يكون الزيت كتير حامي عشان ما تنحرق. هلا في ناس عم بيحكوا لك إنه هلا موزة وعم تنقلها. لسا كنا نعملها بعجينة الطنبورة إحنا ونقليها. اللي هي عجينة زي الطحين يعني وهيك. شوف الزيت احنا نسحبه او لا. هلا بحلقه ثانيه ان شاء الله تابعونا رح نعمل اشي خاص يعني بالدرجات الحراره تبعت المي تبعت الزيت الدجاج قديش بده ليستوي قديش درجه حرارته لتوصل ليتاكل نفس الاشي الحلو. اوكي الزيت صار حامي نجرب نشوف اذا هو منيح. الزيت حامي رح نجهز فاينة عشان بس نشيله ونشفه من الزيت نحطها هون. هيك بتكون استوت معنا. حخليها شوي هون بس لتصفى زيتها منيح واجيب بورد تاني. انا حطيت التوتبيكس نكشات اسنان عشان تساعدنا انه تمسك العجينه وما تفلت عشان هاي الفلت من هون ما تفلت خاصه من جنب. اوكي رح نسكبها.